السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف. في هذا الفيديو سأنجز الجزء الثاني من تصحيح نموذج الفرض الثاني لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعدادي دولي للدورة الثانية. إذن كنت أنجزت الجزء الأول، يظهر الآن أمامكم في الشاشة أو في أعلى الشاشة، يمكنكم مشاهدته للاستفادة من تصحيح التمارين أو التمرينين الأولين، التمرين الأول والثاني. إذن هذا هما التمرينين. طبيعة الحال هذا الفرض هذا يعني ممتاز، يعني يمكن الاستفادة منه طبيعة الحال. والآن لكي لا يطول الفيديو قررنا بأنه أن ننجز هذا الامتحان على فيديوهين. الآن سوف ننجز تصحيح ما تبقى وهو التمرين الثالث، وكذلك هناك يعني جزء من التمرين الثاني. Précisez en justifiant la réponse les caractéristiques de la force R exercée par la table sur le livre. Hanta, kayen hna wahed ba3da awalan fhad التمرين هذا kayen hna wahed الجواب على السؤال الاول. Précisez en justifiant la réponse les caractéristiques de la force R exercée par la table sur le livre. Ha هو جاوبوا لنا، شوف ها هما جاوبوا لنا على السؤال الاول هنا، هذه خصكم تنتبهوا لها. ها هو فورس ابليكي، انا درت ابليكي اكزيرسي بحال بحال بار لا طابل سير لو ليفر. هانت هذا جواب عندك الجواب. وهنا عاود كذلك كالكيلي لانتونسيتي ديال دو بوا. اذا بحال قلت راه جاوبوا لنا على السؤال الاول، كاين الجواب ديالو غير من خلال التمرين. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ نجاوبو اون فاسيلمون اون لو ليفر et en équilibre sous l'action de force les humains paye R. Donc on applique la loi d'équilibre. On applique donc la loi C'est-à-dire que yani, P et R ont la même intensité. P est égal à R est égal à Newton. Nisba même ligne d'action. اللي هو vertical passant par G. وكذلك عندهم sens opposé c'est-à-dire R vers sens de R vers le haut. نرجعوا للشكل، الشكل هنا، نرجعوا للشكل هنا. دونك بيان سير خصنا نتراسيو هنا داك لا ليني داكسيون، وغادي تبان بان هنا كاين تماس كونتاكت اللي هو تماس موزع كونتاكت غير بارتي. دونك غادي تكون هنا، لو سونتر ديال هذاك لو كونتاكت غادي تكون هنا ديك النقطه. ملي غادي نرسمو
la ligne d'action عندهم la même ligne d'action فهنا غادي يمر من جي ويمر من نسميوها هذه النقطه هذه ويمر من ا درنا بوين دابليكاسيون غادي نسميوها ا اذا هنا ما تحدد انت ما دير والو حتى ترسم لا فيرتيكال باسون بار جي وغادي يحدد لك النقطه هنايا ا تكون في التماس هنا في مساحه التماس ما بين الليفر ولا طابل اذا لو بوين ا هذه احنا خرجناها بطبيعه الحال من خلال يعني ان عندهم لا ميم ليني داكسيون بوين ا اذا نمشيو اون باس ا لا كيسيون 5 ريبريزونتي سير لا فيغور سي دوسي لي فورس اكزيرسيس سي لو ليفر اون شوازيسون كوم ايشيل 1 سنتيمتر بور 1 نيوتون سي تايدير 1 نيوتون اي ريبريزونتي بار 1 سنتيمتر هنا عندنا 2 نيوتون دونك 2 نيوتون اي ريبريزونتي بار 2 سنتيمتر اذا شنو كنعرفوا بان القوه كنمثلوها ان فيكتور متجهه والطول ديال ديك المتجهه هي 2 سنتيمتر فقط دابا كيبقى لنا اننا نمثلو نمشيو للتمثيل هنايا بي غادي نمثلوها فير لوبا و ا غادي نمثلوها و ار عفوا ار غادي نمثلوها فير لو ها هما جوج قوتين هنا اذا راني مثلتهم الان مثلت في الاول خط التاثير انا بنفس خط التاثير كيمر من جي و ا ومن بعد مثلت بي بالخضر و ار مثلتها بالزرق اذا فقط في الشكل ديالي نزيد هنا هذه هي بي وهذه هي ار ف ار منطلقه من ا من هنا انا اكسبري بعدت هذا ار ما نورمالمون خصها تجي فوق خط التأثير بعدتها باش تبان و بي راه منطلقة من الجاي من هنا إكزيرسيس نيميرو 3 محمد 6 أ إتان ساتيليت ماروكان سيتيي أ إن ألتيتيد دو 695 كيلومتر دو لا سيرفاس دو لا تير دون لو رول إي دو سيرفيي لو سول ناسيونال إذن هنا محمد السادس أ هو واحد القمر اصطناعي مغربي اللي يتواجد على علو او ارتفاع 695 كيلومتر من سطح الارض وهو لحمايه التراب الوطني يعني اذا بعض المعلومات هنا نو فولون كالكيلي لا ماس دو سو ساتيليت يعني نريد حساب او نعم حساب كتله هذا القمر الصناعي et l'intensité du champ de Poisson-Thor. وكذلك l'intensité du champ de Poisson-Thor à 695 km. يعني بغينا نعرفو ديك جي اللي كتعرفوها في ارتفاع
695 كيلومتر، لأن كنعرفوها فوق سطح الأرض، وكنعرفوا بأن الجي كذلك تتغير مع المكان والارتفاع. دونك لي دوني خصك تقراهم جيدا. لانتونسيتي دي بوا دو ساتيليت على سيرفاس دو لا تير اي، اذا عطاونا هذه لانتونسيتي دي بوا، شده يعني وزن هذا الجسم اللي هو الساتيليت في سطح الارض. طبعا لانتونسيتي دي شون دي بوزونتور على سيرفاس دو لا تير اي، اذا هنا لانتونسيتي دي شون دو بوزونتور جي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. وعطاونا كذلك لانتونسيتي دو بوا دو ساتيليت ا 695 كيلومتر اي 2، اذا ها هما عطاونا كذلك شده وزن هذا الساتيليت فين على هذا الارتفاع هذا. اذا نبداو كالكيلي لاماس، كالكيلي لاماس ام دو ساتيليت، طلبوا منا نحسبوا لا ماس دي ساتيليت. الوغ نشوفوا بعدا المعطيات. عطاونا هنا شده مجال، شده وزن الجسم هي بي فوق سطح الارض. نمشي هنايا سيرفاس دو لا تير، شوف هنا خاصني كذلك جي على سيرفاس دو لا تير، جي سيرفاس دو لا تير، هاي جي في لا سيرفاس دو لا تير. اون نكري كوم سا، اون بي est égal à m fait g. Alors on veut calculer quoi? On veut calculer la masse. Donc on a une autre façon ici que vous pouvez faire, qui est celle-ci. P, on dit une m fait g. إذن إلا بغيت نحسب أي واحد فيهم فكنعلم عليه، مثلا إلا بغيت نحسب بي كنعلم عليها فكتجيني ام تساوي في جي. إلا بغيت نحسب ام كنشطب عليها، شنو كيبقى لي؟ بي على جي. إذن ام تساوي بي على جي. إلا كتبت هذا الشيء في الفرض وفي الامتحان فاعلم بأن غادي ناخد على الأقل واحد 0.5 أو 0.75 نقطة. عاد من بعد ندير لابليكاسيون نيميريك، أبليكاسيون نيميريك اللي هي تطبيق عددي. شنو عندنا؟ عندنا بي في فلاتير، بي ديال فلاتير سيرفاس لاتير اللي هي شحال عطاها لنا؟ هي اللي هي شده وزن هذا القمر الصناعي في الارض فوق سطح الارض، 9700 نيوتن. وعندنا جي تاهي عطاوها لنا اللي هي 10 شده مجال الثقاله او لانتونسيتي دي شون دي بوزونتور، ها هي لانتونسيتي دي شون دو بوزونتور جي تيكال 10 نيوتن. في المغرب كتكون غالبا 10 نيوتن على الكيلو كيلوغرام، او لا الكيلوغرام موانزه نقدروا نطلعوها الفوق ونكتبوها 10 نيوتن كيلوغرام موانزه بحال هكا، 10 نيوتن في الكيلوغرام ناقص واحد، داكشي ديال القوى فقط هنا اس واحد طلع الفوق تولي اس ناقص واحد. اذا فقط نديرو لابليكاسيون نيميريك، ام ايتيكال كوا؟ ايتيكال هاد الرقم هذا 9000 او نعم 9700 مقسومة على 10، وهنا الحساب يعني ساهل فصيل، هي 970 كيلو غرام. اتونسيو في الوحدات كيلوغرام، الا ما درتش الوحده غادي ينقصوا لي واحد 0.25 ولا 0.5 ضروري نحسبها. اذا ها حنا حسبنا كتله هذا القمر الصناعي. الان نمشيو نشوفوا شنو طلبوا منا. السؤال الثاني كالكيل دو لانتونسيتي دو شون دو بوزونتور جي ا. اذا هنا طلبوا منا هاد جي خصنا نحسبوها في هذا الارتفاع هذا. دائما انا هذه العلاقه نرجعوا لهذه العلاقه بي كتساوي باش ما نتلفش في الفرض وفي الامتحان. هاد العلاقة كنطبقها خاص تكون عندي جي في داك المكان مثلا في الارض، تابيرا غادي نخرجها في الارض، جي في القمر تابيرا غادي نخرجها في القمر، لان الكتلة ما هضرناش عليها. لماذا؟ لان الكتلة لا تتغير مع المكان، فهي نفسها سواء في القمر سواء هنا في الارض سواء. واضح؟ اذا هنا شنو غادي نحسب؟ اون توجور اون دايم لدينا بي
كتساوي ام في الجي. نقدر مثلا هنا نزيد واحد اش هنا، علاش غادي نزيدها؟ يعني في داك لا اوتور، داك الارتفاع بي ديال هذا الجسم هو نفس الجسم، ولكن في داك لا اوتور اللي كنتكلموا عليه، في هذا لا اوتور اللي هو 695 كيلومتر، وهنا جي حتى هي لان جي تتغير مع المكان في داك الارتفاع. فشنو بقى لي؟ بقى لي عندي ام لا تتغير مع المكان، وعندي بي هما عطاوها لنا، حنا غادي نشوفوها لانتونسيتي دو بوا دي ساتيليت، هاي 9486.6 نيوتن. دونك غادي نحسبوا الجي. دابا نمشيو للعلاقه ديالنا اللي درنا هنا، باغي نحسبوا الجي فنعلموا عليها. شو كتبقى بي على ام؟ دونك هنا جي اش اللي سميناها، زدنا لهذيك الاش راكو عرفتوا علاش، بي اش على ام. اذن و اي بي اش صغير هنا راه ما طلع 9486.6 نيوتن، و ام ديجا حسبناها 970 كيلوغرام. اذا غير باش ندير واحد الشكل هنا توضيحي، شوف هذه هي الارض، وهنا داك الارتفاع اللي حنا كنتكلموا عليه هذا هو القمر الصناعي، غادي نديرو هنايا كيدور حول الارض. المهم هنايا عندنا الارض، هنا عندنا بي اش، وكذلك جي اش. هنا عندنا في سطح الارض بي، وكذلك جي. اذا هذا هو هنا رحنا حاسبين، انا عطاوها لنا هنا جي تساوي 10 نيوتن على الكيلو الكيلوغرام. اذا شنو كنحسب؟ ام هي نفسها، ام هنا هي هنا، دونك هذه كانوا عاطينها لنا. دابا راح نحسبوا هذا في هذا الارتفاع اللي هو شحال 695 كيلومتر. اذا نرجع صافي للحساب هنا، المعطيات راهم عندنا. هذه لا طير هنا انا رسمتها. اذا الجي داك الارتفاع شنو كتساوي؟ ديروا التطبيق العددي الان، 9486.6 على 970 كيلو غرام. اذا ونديروا الحساب، 9486.6 مقسومة على 970 طبيعة الحال تساوي 9.78. سبعين نيوتن على الكيلو غرام، لأنني كنحسب جي. إذن هنا وهكذا نكون كملت الحساب ديال جي. ضروري جي في الارتفاع تكون أقل من جي في الأرض، ضروري، لأن جي تنقص مع الارتفاع. وحتى بي إلا لاحظتوا، شوف بي اللي هي شدة وزن الجسم او لانتونسيتي دي بوزونتور، لانتونسيتي دي بوا باردون، راه كتنقص في الارتفاع. شوف فوق سطح الارض 9700 وفوق في الارتفاع 9400، نكون عارف بان بي و جي تنقصان مع
الارتفاع. إذن هكذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج من الفرض الثالث من الفرض الثاني لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعدادي دولي. طبيعة الحال انتظروا يعني فرض الرياضيات كذلك والفروض الثالثة إن شاء الله ومجموعة من التمارين على القناة. لذلك لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.